قطعت من ورا شوي هذا الباب يحسي الله يفيدك. لا لا بس اخذ الواحد معه كده كون عجونا الغار الشريف هو يعني في احد معالم الحرم الابراهيمي الشريف الموجوده في مصلى الاسحاقيه، وهذا المعلم هو يعني المعلم الذي ياتي في اخر مصلى الاسحاقيه، يتم انارته بشكل يومي في اروقه الحرم الابراهيمي الشريف بيد مدير الحرم او رئيس السدنه والموظفين الموجودين المختصين بهذا المجال. طبعا فكره الاناره هي فكره فاطميه وعاده فاطميه عمرها ما يقارب 800 عام في اروقه الحرم الابراهيمي الشريف. تكون فيها السراج وكذلك زيت الزيتون.